أثابكم الله. سائل يسأل ويقول: امرأة من بلد أخرى أتت إلى السعودية للإقامة بها وتريد أن تخرج زكاة حليها، فهل تخرجه على سعر الذهب في السعودية أم على سعر الذهب في بلادها، وتخرجه في بلادها أم هنا؟ جزاكم الله خيرا. تخرجها على سعر الذهب في البلد الذي هي فيه، في البلد الذي هي فيه وقت إخراج الزكاة. نعم.